السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. جايلكم بطاقة ايجابية يا حبايب قلبي مواليد برج الكوس. يا رب يجعل ايامكم كلها نور وسعادة وهنا ورزق وتفاؤل. انزل تحت في الكومنتات يا برج الكوس وادعم الفيديو بتاعك باللايك الجميل وبالتعليق اللي بتصلي بيه على الحبيب. الطاقة بتاعتك ايجابية ولعلها تكون اخبارك كلها خير، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله الفيديو ده لو ظهر ليك اتأكد ان انت محظوظ والاخبار الحلوة، وباذن الله التوقعات بتاعتك تكون جميلة وتكون انت محتاج تسمعها. تاريخ الفيديو بتاعك ايه؟ تاريخ الفيديو 3 ابريل، ده تاريخ الفيديو يا برج الكوس. انا بهتم جدا بفيديوهاتك وبالقناة بتاعتك علشان خاطر انا متأكدة ان فيديوهاتك كلها مرفوعة ودايما بتكون تاخد طاقة ايجابية، وباذن الله ربنا يجعل ايامك اللي جاية سعادة وهنا. انزل يلا في الكومنتات وصلي على الحبيب سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بنية قضاء حاجتك، وان شاء الله باذن الله يجعل ايامك مباركة وجميلة. يلا يا برج الكوس اللايك اهم حاجة، ونشوف مع بعض اخبارنا وتوقعاتنا. بسم الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. طيب اصلا اللون بتاعك بيدل على الطاقة الايجابية وعلى الفرج. بسم الله، ركزوا معايا واللي ينطبق عليكم انزلوا قولهولي في الكومنتات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بص يا برج الكوس، عندكم انفراجة مادية. انتوا اليومين دول بتعانوا من شوية ضغوط في حياتكم المادية، او عشت فترة كنتوا بتعانوا، كنتوا شايلين هم الدنيا، هم الحياة فوق كتفكم. طيب احنا هنتكلم على الطاقة الايجابية عشان انتوا عندكم فرق. الماديات اللي جاية لكم، انتوا ممكن تاخدوا جزء من المال. انتوا اولا انتوا داخلين في مشروع، البعض منكم لو بيسأل على ماديات فانتوا داخلين في مشروع، البعض منكم عامل قناة، البعض منكم شغال في تسويق، البعض منكم شغال في مبيعات عقارات، انتوا شغالين في شغلانة حلوة جدا. خسرتوا مبلغ من المال، الخسارة اللي خسرتوها دي هتتعوض الايام اللي جاية، خلال فترة معينة هتعوضوا جزء من المال اللي جاي لكم. كمان المال ده انتوا هتعملوا بيه حاجات جديدة، البعض منكم عنده جمعية هيقبضها، هيشتري حاجة هيحققها. انتوا لسه جايبين حاجة جديدة، لاما انتوا جايبين حاجة في بيتكم، بعض منكم مغير لون شقته، البعض منكم جاب تليفون لنفسه، البعض منكم جاب حاجة لبيته، حاجة ليه هو شخصيا، المهم ان هو هدى نفسه هدية كان محتاجها. عندكم كمان هنا طاقة إيجابية، الطاقة الإيجابية دي خلال كام يوم هتتوزع عليكم وهيبقى فيه أمور تجديد في علاقاتكم، بس انتوا في الحياة العاطفية تعبانين، عشتوا فترة من اليأس، عشتوا فترة من الظلم، الحياة العاطفية عندكم تعبانة شوية وفيها شوية نفور وشوية شد وجذب بينكم وبين الشريك. كمان الفترة دي فترتكم انتوا، هتثبتوا وجودكم في حاجات كتيرة جدا، وانتوا اصلا تفكيركم كله ايجابي. عشتوا فترة من اليأس، عشتوا فترة من الظلم، مفيش ولا اخ ولا حبيب ولا صديق واقفين جنبكم، مفيش حد واقف جنبكم، اقرب ما ليكم طمعانين فيكم، اقرب ما ليكم دايما بيقول لكم هاتوا وادوني واعملوني، صح؟ احب اقول لكم ان انتوا هنا بالكم مشغول باخت او باخ. عندكم اخت، الاخت دي مالهية في الدنيا، كل همها ان هي تأسس حياتها. الاخت دي انتوا بتحبوها جدا، انتوا بتحبوا اهلكم جدا. كمان في واحدة من اخواتك برضو او من اخواتك، الاخت دي برضو دايما في مشاكل بينها وما بين شريك حياتها، دايما في ضغوط، دايما في النفسية تعبانة، خسرت كتير من اقارب ومن ناس احبة ليها، وفقدت الامل في ناس كتيرة جدا. انتوا بقى الفترة دي شغالين على نفسكم بقدر المستطاع، في هدف حاطينه قدامكم والهدف ده هينجح، فما تقلقوش خالص. الهدف ده هيجيلكم رسالة او هيجيلكم خبر من ناحيته الفترة اللي جاية، وهيبقى فيه طاقة تانية مختلفة. الطاقة بتاعتكم مفتوحة عن شغلكم وعن رأس المال اللي جاي لكم. كمان انتوا مستلفين من حد مبلغ فلوس او مسلفين حد، انتوا دايما كنتوا بتقفوا قدام جنب الناس كلها، مفيش حد في حياتكم موقفتوش جنبه، مفيش حد كان محتاجه انتوا موقفتوش، انتوا اصلا معروفين بطيبة قلبكم وبحنيتكم وبالاناقة بتاعتكم، دايما حنيتكم وطيبة قلبكم وصفاء قلبكم بيوقعكم في مشاكل كتيرة جدا، عاطفيين جدا، بتتعاطفوا مع الناس اللي قدامكم، ولو اخر حاجة في ايدكم بتطلعوها وتدوها للي محتاج، بس الطمع مخليكم خلاص نفسكم تسدد من ناس كتيرة جدا.
كمان بقالكم كام سنة في شوية ضغوط، في شوية حيرة لحد الآن. بعض منكم لسه ما استقرش عاطفيا، الاستقرار عندك عاطفيا ده واقف بينك وما بين تحقيق الهدف، او بينك وما بين مشكلة معينة بالك مشغول بيها. كمان البعض برضو منكم ممكن يكون ماشي في طريق، والطريق ده خير، بس ما تزعلوش مني، انتوا احلامكم مزعجة، احلامكم فيها كوابيس. البعض منكم بيحلم بتعابين، بيحلم بحاجات مضايقاه، في خنقة وضيقة بتجيلكم من غير سبب. كمان عندكم صداع مزمن بيجيلكم، بتاخدوا له علاج. عصبيين الفتره دي جدا، بخصوصا مع الشريك او بحياتكم بالكامله، ما بقيتوش محتاجين تسمعوا كلام سلبي، عايزين تسمعوا طاقه ايجابيه. خلاص خرجتوا ناس كتيره جدا من حياتكم، كان عندكم حد، عندكم ست او حد من برج العقرب، فتاة من برج العقرب، ست من برج العقرب، عندكم واحدة من الاصدقاء وواحدة من اهل الشريك، الصديقة عاملة حبيبة وهي متعددة العلاقات، او انتوا عندكم حد متعدد العلاقات، انصحكم ان انتوا تقطعوا علاقتكم بيه، علشان الحد ده سلبي وسمعته مش كويسة او سمعتها مش كويسة، وانتوا بعيدوا عن المشاكل، انتوا ما بتحبوش وجع الدماغ خالص. كمان انتوا هنا عندكم ست كبيرة، الست الكبيرة دي قصيرة وتخينة قمحوية، شعرها هي بتحب تهتم بنفسها جدا، بتحب كده تصبغ شعرها، بتحب تهتم بنفسها، وبتحب تبين ياما هنا ياما هناك، وهي اصلا استغفر الله العظيم منها، بس ست حقودة فيها غل دايما، يعني ينطبق عليها مثل شبع بعد جوع، بتحب دايما تبين اي حاجة جديدة، اي حاجة جديدة بتجيبها بتحب تبينها وتقول انا جبت وعملت، هي اصلا حقودة، وبتغير جدا من اللي ليها او بتغير من الاشخاص اللي حواليها. ابعدوا عنها وكبروا دماغكم منها، علشان الست دي بتاعت مشاكل وبتاعت حوارات كتيرة، وانتم ما بتحبوش الحاجات دي. عندكم دعوة مستجابة، في ست كمان قصيرة، والست البيضة، ست بيضة، الست دي بتحبكم جدا، وشها بشوش، دايما كده بتدعي لكم بقلب صافي، ومش عايزة منكم حاجة، هي بس ايه بتحبكم جدا وعايزاكم تكونوا مبسوطين في حياتكم. هنا كمان بسم الله ما شاء الله عليكم، في ارتباط جديد او في علاقة حب جديدة، او انتوا هتاخدوا قرار حاسم في العلاقة العاطفية. انتوا ممكن تكونوا حاليا في علاقاتكم العاطفية تعبانين مخنوقين، في حيرة وفي دوشة، في عراقيل، في شوية ضغوط نفسية، بس انتوا قررتوا تشتغلوا على نفسكم وهتكونوا ناجحين. البعض منكم بيحب اللون الرصاصي، اللون البنفسجي، اللون الاسود، الالوان دي جميلة جدا ليكم، بتديكم طاقة ايجابية، وبتحبوا تغيروا من نفسكم. كمان انتوا تفكيركم حاليا ان انتوا تكونوا دايما نمبر ون في كل حاجة، وعلشان كده عايزين، البعض منكم عايز يجدد، البعض منكم عايز يعمل، البعض منكم بيفكر ان هو يشتغل. عندكم مناسبة حلوة او قعدة حلوة او لمة حلوة، اللمة دي هتكون طاقة ايجابية وهتفرحوا جدا. كمان انتوا هتساعدوا حد مريض، حد تعبان عندكم، ربنا هيشفيه باذن الله وهتساعدوه، ممكن تدوه مبلغ من المال، ممكن تقفوا معاه في حاجة، المهم ان انتوا هتساعدوه. بس عندكم حد طمعان فيكم وبيحب دايما يتكلم على كل اللي في اللي معاكم. انتوا مش مرتاحين مع اهل بيوتكم، مش مرتاحين لا اما مع اهل شريككم لا اما في اهل بيتكم، انتوا كنفسكم مش مرتاحين، وده بسبب الضغوط اللي انتوا بتمروا عليها، محدش حاسس بيكم، الدنيا مدياكم لحد ما مستكفيه، وانتوا عارفين كويس جدا كلامي ده انه حقيقي، وبعض منكم هيقول لي في الكومنتات انتوا الدنيا خدتوا منها، خدتوا من ذل، من اهانه، من حاجات كتيره جدا، يعني بمعنى صح اتمرمطتوا وصلحتوا الكوته، لدرجه ان انتوا اشتغلتوا في اكتر من شغلانه وما لقيتوش نصيبكم. كان كل شغلانه بتشتغلوا فيها بتلاقوا الطمع، بتلاقوا الغيره، وبتلاقوا الحقد، وعشان كده قررتوا ان انتوا تبنوا مستقبلكم بنفسكم، عشان كده انتوا بتحبوا تشتغلوا على الحاجه الخاصه بتاعتكم. البعض منكم بيعمل كذا تجديد، بس عندكم تعبان صغير عدو، العدو ده مترصد ان هو يأذيكم، والاذى بتاعه سلبي، انتوا ما بتخافوش من اي حاجة، دايما بتكرهوا الاوامر، وعشان كده بتخشوا في اي علاقة بتنهوها بمجرد ما بتدخلوا فيها، بتلاقي التحكم، بتلاقي الضغوط، بتلاقي الامور فيها عراقيل،
فبتبعدوا وبتريحوا دماغكم خالص، وانتوا اصلا اللي فيكم مكفيكم مش ناقصين ضغوط ولا كلام سلبي، بتبحثوا دايما عن الطاقه الايجابيه. الشجره دي هتبقى طريق نور ليكم من بعد الضلمه. الشمعه ده بتدل ان انتوا ماشيين في طريق ضلمه، والطريق الضلمه ده ربنا هينوره لكم في الوقت المناسب، بس انتوا بلاش الخوف وبلاش اي حاجه تضايقكم. انتوا عندكم اكتر من مشروع، عندكم اكتر من تفكير، عندكم اكتر من حاجه عمالين تفكروا عمالين تشتغلوا عليها، طاقتكم كلها مفتوحه وكلها ايجابيه، حياتكم الماديه هتكون ماشيه زي ما انتوا عايزين، بس ارموا ورا ظهركم في ناس ظلمتكم واتكلمت عليكم وتسببت ان هي تاذيكم في حاجات كتيره جدا، بس انتوا فوضتوا امركم لله وقررتوا ان انتوا ما تتعاملوش بالمعامله بتاعتهم، انتوا بتتعاملوا بنيتكم انتوا، وعشان كده دايما بتكونوا منصورين، والشخص اللي او الحد اللي عمال يوقع لكم في حفره وعمال يدبرها لكم ما تقلقوش خالص، انتوا اللي هتكونوا منصورين وهتفرحوا جدا الفتره اللي جايه، وهتكونوا كده في قمه الازدهار. وكمان انتوا هتحضروا لا اما صديقه لا اما حد مقرب ليكم انتوا بتحبوه جدا، هتفرحوا الفرحه وهتسعدوا جدا، هتكونوا مبسوطين جدا وهتجددوا في نفسكم، هتشتروا حاجات جديدة. بعض منكم برضو بيفكر يشتري حاجات جديدة عشان يحضر المناسبة الحلوة دي اللي هتديكم طاقة إيجابية. وكمان انتوا عندكم تعارف او لقاء بحد كده ليه سلطة، بحد عالي، بحد هيبقى ليه كيان في الدولة او ليه كيان كده بشخصية جميلة، هتتعرفوا عليه وهتتكلموا معاه وهيبقى فيه اخد وعطاء بينكم. وخلوا بالكم كمان ان الفترة دي هي فترتكم، انتوا لازم تثبتوا وجودكم وترموا ورا ظهركم اي طاقة سلبية او اي حاجه ممكن تضايقكم. شجرتكم هتطرح عليكم في يوم من الايام التعب اللي انتوا عملتوه، التعب اللي انتوا ابذلتوه، او بمعنى اصح انتوا مستنيين تحصدوا اللي انتوا زرعتوه في حياتكم. انتوا زرعتوا كتير وقدمتوا خير كتير وما لقيتوش غير العراقيل والسلبيات. طيب البعض منكم بيسأل ان احنا معمول لنا سحر ولا لأ. انتوا بالفعل كان معمول لكم سحر تفريق وسحر وقف حال، علشان كده لو انتوا متجوزين دايما في مشاكل ونفور بينكم وبين الشريك، ولو انتوا عزاب دايما مفيش اي علاقة بتكمل. السحر ده معمول من ناس بتكرهكم، من ناس حقودة وغلانية. عندكم حرف الحاء، حرف السين، حرف الراء، حرف الالف، حرف الميم، الحروف دول موجودة في حياتكم، وفي سهم متواصل مع برج الثور وبرج الحمل وبرج الجدي وبرج العذراء. علاقاتكم مع الابراج الترابية ما بتكملش، عشان بس نكونوا صراحة، الابراج الترابية عندكم بتأذيكم. كان عندكم شريك من ابراج من برج الحمل او من الابراج النارية وما كملتش العلاقة، كان دايما في ضغوط ودايما كان في مشاكل سلبية. كمان انتوا هنا قررتوا ان انتوا تنفصلوا، او البعض منكم بيفكر في انفصال، البعض منكم كاره الحياة اللي هو فيها او كاره الضغوط اللي مع الشريك بسبب اللي بيحصل. انتوا ممكن تكونوا بينكم وبين الشريك كارهين المستوى اللي انتوا فيه حاليا بسبب الضغوط وبسبب انه بتحصلش غير الحاجات السلبية او الحاجات اللي انتوا عمالين تمروا بيها. انتوا فيكم اللي فيكم مكفيكم، مش ناقصين مشاكل او ضغوط بمعنى اصح نفسية، فعايزين تطلعوا من اللي انتوا فيه. فلو انتوا عندكم الشريك ضاغط عليكم ارموا ورا ظهركم وما تسمعوش كلام اي حد. ليه؟ علشان هتروحوا وهتيجوا مش هتلاقوا غير الضغوط من الشريك. كمان انتوا البعض منكم قفل صفحة العاطفة دي نهائيا، قفلها، قال خلاص انا تعبت من الحياة العاطفية وخدت بما فيه الكفاية، فمش عايز اي حاجة عاطفية تضايقني. وعشان كده عندكم طاقة ايجابية وقررتوا ان انتوا تنجحوا وتشتغلوا على نفسكم. وبالفعل في عندكم خطوبة، عندكم زواج، عندكم ارتباط، عندكم علاقة جدية الفترة اللي جاية، وهتكونوا مبسوطين جدا بالعلاقة دي. انتوا قررتوا ترموا السهم بتاعكم، خلاص درستوا العواقب اللي قدامكم وبتشتغلوا عليها. يعني في عقبة ما زالت موجودة في حياتكم، بس العقبة دي انتوا صابرين عليها. انتوا اذكياء جدا، خلي بالكم الذكاء بتاعكم ذكاء خارقي، بيعرفكم الاشخاص اللي حواليكم من غير ما حتى تفتحوا بقكم. كمان عندكم شويه امور حلوه مع الشريك، لقاء حلو مع الشريك، في كلام عاطفي هيتقال حلو، والزعل اللي جواك هيبقى فيه طبطبه، في ست هتيجي تصالحك او هتصالحكم وهتراضيكم الفتره اللي جايه.
كمان انتوا شخصيتكم محبوبة جدا بس حساسين زيادة عن اللزوم، يعني الحساسية بتاعتكم بتزعلكم او بتخليكم تاخدوا كل حاجة بحساسية. في حاجة عملتوها وندمانين عليها، غلطة غلطتوها ومازال ندمانين عليها بشكل كبير جدا. خلوا بالكم البعض منكم عنده نغزة بتجيله في جسمه، النغزة دي مش طبيعية، وفي شوية أعراض كده أو شوية مشاكل في صحتكم، تعب نفسي من غير أي سبب. 99% منكم قافل على نفسه الباب ليل ونهار وداخل في مرحلة عزلة وفقدت أملك في حاجات كتيرة جدا، وده خطأ. انت ما كنتش كده، انت كنت بتعافر ودايما بتظهر القوة، بس الحالة النفسية بتاعتك دلوقتي ساكت وما بتتكلمش، واي حد بيكلمك ممكن تعمل له بلوك. 99% اغلبكم تليفونه صامت طول الوقت ومش عايز يتواصل مع حد، حتى على السوشيال ميديا ما بقيش عايز يتواصل، ممكن كمان تكون قافل النت عن التليفون مش عايز تتواصل، مش حابب ان انت تدخل في كلام مع اي حد بسبب اللي انت شفته وبسبب اللي انت عشته. فالفترة دي انت اي حد بيكلمك خلاص بتسكت ما بتردش، ما بقتش زي الاول، لدرجة ان في ناس كتيرة جدا بقت تعاتبك وزعلانة منك ان انت ما بتسألش، بس انت اللي انت عمال تمر بيه محدش حاسس بيه، فانت ساكت وما بقتش تتكلم، بتقول خلاص انا مهما احكي لكم محدش بيصدقني. كمان انتوا عشاق القهوة، عشاق الهدوء التام، وعشان كده دايما قعداتكم كلها بتكون لطيفة ودايما بيحبوا ييجوا يقعدوا معاكم. كمان انتوا اصبحتوا ما بتعاتبوش الفتره دي، ما بقيتوش تعاتبوا، يعني انتوا ممكن تكونوا سمعتوا كلام ما بقيتوش عايزين تعاتبوا ولا عايزين حتى تتكلموا في اي حاجه، وعشان كده داخلين في راحه نفسيه. بس في تعبان مقرب ليكم بيظهر دايما ان هو بيحبكم، بس هو عباره عن افعى، عباره عن حاجه سامه عمالة تأذي فيكم وتراقب فيكم وبتتكلم عليكم بقدر المستطاع بأي طريقة، ده كله من الغيرة والحقد والغل اللي في عيونهم اتجاهكم. كمان انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم عندكم تنظيم وقت، تنظيم أمور، تنظيم حاجات جديدة، انتوا عشاق للسفر، عشاق للراحة، اي حاجة تديكم راحة نفسية، وعشان كده عندكم رحلة او سفر مفاجئ. بس في خطيئة زي ما قلت لكم انتوا ندمانين عليها، ودايما عندكم تأنيب الضمير، بتأنبوا ضميركم حتى لو في حاجة انتوا ما عملتوهاش، تأنيب الضمير كده بتأنبوا وبتزعلوا على اتفه الامور، وانتوا في حاجات فعلا ما عملتوهاش، انتوا اتظلمتوا من ناس كتيرة جدا في حياتكم، ناس يعني اتكلمت عليكم، بس انتوا اقوياء ومهما بتتهزوا او مهما بتقعوا بتقوموا اقوى من الاول، وده اللي باين لكم او يبين لكم العالم بتاعكم منصور ودايما رافعين كمة الازدهار بتاعتكم. بس زي ما قلت لكم الحالة الصحية بتاعتكم تعبانة، الحالة المزاجية عندكم فيها توتر وفيها حيرة، رغم ان انتوا بتمروا بظروف قاسية بس التفكير بتاعكم مغالب كل حاجة عندكم، والبومة اللي عمالة تراقب فيكم في صمت ربكم هياخد لكم حقكم منها الفترة اللي جاية. بومة هي فعلا ينطبق عليها كلمة بومة، قاعدة ومرصودة ان هي تفكر في الأذى بتاعكم. انتوا مهووسين بحد، لإما في حد مهووس بيكم، في علاقة حب بتربطكم بينكم وبين حد بطريقة كبيرة جدا، يعني علاقة كده مش عارفين تتخلصوا منها، لإما انتوا بتحبوا حد لإما حد بيحبكم، في حب عندكم واصل لدرجة انه ولا هو قادر يستغنى عنكم او انتوا مش قادرين تستغنوا عنه. البعض منكم بيشتغل على نفسه الفترة دي حرفيا، اي نعم انتوا بتمر بأزمة، أزمة صعبة شوية، بس دايما بتحمدوا ربنا وبتقول الحمد لله على كل حاجة، احنا اكيد ربنا كاتب لنا الخير، اكيد ربنا عارف اللي احنا بنمر بيه الايام دي. الافعى الصغيرة دي دخلت بيتكم من كام يوم واتكلمت عليكم لما خرجت، خدوا حذركم منها، الموجة اللي انتوا فيها دي سببها الضغط النفسي، انتوا ضاغطين على نفسكم وعمالين تساعدوا ناس ما تستاهلش المساعدة، خلوا بالكم من النقطة دي. والشخص
اللي انتوا وثقتوا فيه وقلتوا عليه ده مستحيل يخون، ما جالكمش غير الخيانة منه. انتوا حاليا عندكم حيرة ما بين شخصين او بين قرارين او بين موضوعين، في حاجتين انتوا حيرانين فيهم، وعشان كده قررتوا ان انتوا تستخيروا ربنا، او قررتوا ان انتوا تتكلموا مع حد وتحاولوا ان انتوا تفهموا ايه اللي بيحصل معاكم. انتوا عندكم حاجات غريبة بتحصل معاكم ولحد الان مش عارفين تفسروها، ففي احداث حلوة الفترة اللي جاية هتبشركم بخير او هتبشركم بطاقة ايجابية. وكمان انتوا هتتفاجئوا انه في حد هيقف معاكم وهيساعدكم، وانتوا ما كنتوش متوقعين ان الشخص ده فعلا هو اللي يساعدكم ويقف معاكم. ممكن انتوا بتكونوا بتفكروا في ماديات، بتفكروا في حالكم المادي، بتفكروا تخرجوا من اللي انتوا فيه، بتفكروا تعملوا حاجات جديده وحاجات مختلفه، بس ربنا الفتره اللي جايه دي هيبشركم بحاجات جديده. في كمان قعده صلح او قعده عتاب مع حد، انتوا هتتعاتبوا او هو هيتعاتب، في عتاب عندكم وفي شويه امور، بس هيبقى في صلح. الصلح ده هيكون تبشيره ليكم او خبر ليكم مفرح الله اعلم، او طاقه ايجابيه بمعنى اصح. انتوا خلاص قررتوا ان انتوا تفرحوا، قررتوا ان انتوا تسعدوا نفسكم، وعلشان كده طاقتكم دايما عاليه ومفتوحه، وفي امور هتتجدد عندكم الفتره اللي جايه. كمان على جميع التواصل بتاعك هيكون في لقاء انتوا مش هتحضروا له خالص، بس في شويه قلق. القلق ده واضح جدا على ملامحكم، الملامح بتاعتكم دبلانه شويه، خلوا بالكم من النقطه دي، وبلاش التفكير في اي حاجه انتوا ما تعلموا، محدش يعلم الغيب الا الله، فبلاش تفكروا في المستقبل، عشان انتوا طول ما انتوا بتفكروا في المستقبل هتلاقوا نفسكم تعبانين. اي نعم انتوا اتغيرتوا كتير الفتره دي في حاجات، بتبعدوا عن اي حاجه سلبيه، بتبعدوا عن خوف، بتبعدوا عن قلق، بس نفسيتكم مضغوطه، انتوا اللي ضاغطين على نفسكم. عندكم شراء، بعض منكم عايز يشتري حاجه معينه في باله. كمان انتوا هنا مقدمين على شغل، مقدمين على وظيفة، حاولوا تحصنوا نفسكم اول باول، دي نصيحتي ليكم. عندكم وثيقة هتمضيها الفترة اللي جاية، بس دايما التحصين يا جدعان، حصنوا نفسكم باي طريقة، علشان انتوا بتفكروا تشتروا حاجات جديدة، تفكروا تجددوا، وهيبقى عندكم نقلة جديدة، في نقلة انتوا مستنيينها، وفي ورق سفر. عندكم حد كده ماشي في طريق مش كويس، حد عزيز على قلبكم، الحد اللي ماشي في طريق مش كويس ده انتوا زعلانين عليه وبتقولوا له الطريق اللي انت ماشي فيه غلط، بس هو ولا سامع كلامكم ولا مديكم اي اهتمام، وانتوا ساكتين وعمالين تتكلموا معاه، بس هو مش ولا حتى معبركم. فعشان كده انتوا فوضوا امركم لله، وحاولوا تكتموا على خصوصياتكم وتداروا شويه وترموا ورا ظهركم، وما تستنوش حاجة من حد. الأفاعي كتيرة جدا في حياتكم، وهم من الأصدقاء، واحدة صديقة كانت عاملة حبيبة كانت دايما بتأذيكم. في بلوك هيتفك عندكم مع حد من أبراج ترابية، البلوك ده هيتفك وهتاخدوا قرار حاسم انتوا، وهتغيروا من نفسكم. انتوا خلاص قررتوا ان انتوا تتعاملوا بشكل مختلف، فطول ما انتوا قررتوا ارموا ورا ظهركم اي حاجة سلبية. انتوا هنا عندكم ضغوط وفي نفس الوقت عندكم طاقة ايجابية، الفرج في حياتكم حلو جدا جدا، الطاقات اللي عندكم دي هتتوزع عليكم بشكل ايجابي. خلوا بالكم طاقتكم دايما فيها امور تجديد، وفيها خروج من محنة، خروج من ضيق، خروج من أزمة، خروج من حاجة سلبية عاملة لكم كذا مشكلة أو عاملة لكم عراقيل معينة. رغم الخنقة والضيقة اللي عندكم، على قد ما هيكون عندكم انفراجات حلوة وطاقات جديدة، التجديد عندكم مفتوح، باب الأمان مفتوح قدامكم، فخدوا بالكم من أي مشكلة سلبية أو من أي ضيق. بعض منكم بيجهز لفرحه، البعض منكم عنده جهاز ليه هو، البعض منكم بيشتغل، البعض منكم بيعافر، البعض منكم بيجدد في تجديد نفسه. شوفوا انتوا بتجددوا في ايه الفترة دي، فالفترة دي هي فترتكم، فلازم تثبتوا وجودكم، ولازم تشتغلوا على نفسكم، ولازم
تشوفوا ايه اللي ناقصكم وتكملوه، وما تسمعوش كلام حد خالص. ليه؟ علشان اللي حواليكم متربطين بس ان هما يأذوكم. انتوا ما تعرفوش الناس اللي حواليكم ممكن تكون بترتب لكم ايه او عايزة تأذيكم ازاي. فلا، عشان فرحتكم تكمل لازم تكتموا، لازم تداروا، ولازم تخبوا على قدر المستطاع. تخبوا علشان طول ما انتوا بتخبوا، طول ما انتوا هيكون عندكم تفاؤل وحب جديد وطاقة ايجابية. اما طول ما انتوا بتتكلموا هتلاقوش غير الصراع والألم والوجع والمشاكل السلبية. في هنا ارتباط ورسم علاقة جديدة، وفي بداية جديدة في حياتكم المادية، وهيبقى في فرج وطاقة كده مختلفة. حتى انتوا هتحسوا كده، انتوا بتقولوا ايه ده، ايه اللي بيحصل، طاقتنا منها مفتوحة وجميلة كده. هتكونوا مبسوطين جدا باللي هيحصل لكم الفترة اللي جاية، علشان في تجديد، في طاقة، في امور هتستجد عندكم. انتوا هنا قربتوا من طريق الامان، انتوا خلاص طلعتوا السلم، مش لسه هتطلعوا، انتوا طلعتوا. بس فاضل لكم خطوتين، فاضل لكم يومين، فاضل لكم اسبوعين، فاضل لكم حاجتين وهتطلعوا وهتوصلوا. وفي ازدهار حلو انتوا هتكونوا مع اكتمال القمر الفترة اللي جاية. فانتوا قدامكم باب، والباب ده انتوا هيكون باب سعادة ليكم، عندكم حماس وقوة، ونجمكم هيكون عالي، ومن ورا النجم العالي ده هيبقى فيه تطورات جميلة وفرصة حلوة ان انتوا تخلصوا الورقة او النقلة او تشوفوا عايزين تشتغلوا على ايه. ممكن كمان يكون عندكم تجارة هتنجح، عندكم مشتريات هتبيعوا وتشتروا فيها، او مجال ليكم هيبقى صالح، هيبقى طاقة تانية مختلفة. دايما ربنا بيكرمكم من حيث لا تحتسب، فخدوا بالكم وخلوكم متحمسين، وخدوا بالكم وكونوا متألقين في أموركم وفي تجديد حياتكم، وما تسمعوش أبدا كلام حد. انتم مميزين جدا ان انتم بتدخلوا قلوب الناس بسرعة، من البراءة، من خفة دمكم، من طيبة قلبكم. فعشان كده عندكم خطوبة أو خطوة جديدة هتخطوها بعتبة جديدة، والعتبة دي هتكون فتحة خير ليكم بإذن الله. كمان عودة غايب، عودة رجوع لحد هيرجع لكم وهيتكلم، وانتوا هتقفلوا الوش. انتوا اصلا طول ما خدتوا قرار ان انتوا تنسوا، بتنسوا من غير ما تفتحوا الموضوع تاني، وده بالفعل باين عليكم. بس ما بيهونش عليكم العشرة، يعني بتحبوا العشرة جدا، بس بسبب الوجع اللي بيقولكم والتوتر اغلبكم رجليه واجعينه، اغلبكم فيه شوية وجع في حاجات كتيرة جدا في حياته. فانتوا عايزين تجددوا، عايزين تحاولوا تطلعوا من اللي انتوا فيه. عندكم شوية احلام بتتكرر معاكم بخصوص الشيء اللي في خيالكم واللي انتوا دايما بتسرحوا فيه ودايما بتفكروا فيه. وانا دايما اقول لكم بلاش التفكير السلبي، وبلاش السرحان على اتفه الاسباب او على اتفه الامور. عندكم حاجة بتحاولوا تخفوها او بتحاولوا تداروها، الحاجة دي انتوا مسببه لكم ازمة. لازم تطلعوا من اللي انتوا فيه وما تبصوش للي وراكم. انتوا هنا في باب هتبحثوا عنه، والباب ده هيكون خير وهيكون طاقة ايجابية. والالوان اللي انتوا بتحبوها انزلوا وهاتوا حاجة جديدة. انتوا محسودين على حاجات مش فيكم، يعني ممكن تكونوا محسودين على حاجة انتوا مالكمش ذنب فيها او ليكم اي حاجة فيها، بس محسودين. محسودين من اللي حواليكم، محسودين من الناس اللي مقربة ليكم، محسودين من اشخاص مش حابالكم ابدا الخير، دايما يتكلموا عليكم. فخلاص. وكمان اللي انتوا مصدومين فيه قوي ان كان في شخص تربطكم بيه علاقة قوية، او شخص كنتوا بتحبوه قوي، الشخص ده توفى فجأة من غير اي مقدمات، من غير اي تعب، او من غير اي ما كنتوش محطين في بالكم. طبعا ده حاجة بتاعت ربنا، بس انتوا اتصدمتوا عشان الشخص ده كان عزيز على قلبكم وانتوا كنتوا بتحبوه قوي. فربك الفترة اللي جاية هيفرج همك وييسر امرك وهيكرمك من حيث لا تحتسب. بس بلاش تشغلوا بالكم بالتفكير السلبي، وبلاش الضغوط النفسية اللي انتوا تعبانين فيها، وبلاش الضغوط اللي مسببة لكم وجع ومسببة لكم حيرة. انتوا عندكم تجديد علاقات، تجديد ارتباط، تجديد امور بالكم مشغول بيها. واقدر ابشركم ان انتوا الفترة اللي جاية هتحصدوا اللي انتوا زرعتوه في الفترة اللي فاتت دي كلها. انتوا قدمتوا
وفرشتوا وجيتوا وعملتوا، فحان وقت ان انتوا تبصوا لنفسكم شوية وما تفضلوش على الفاضي على الملان تضغطوا في نفسكم. محدش حاسس بيكم، محدش مقدر اللي انتوا بتعملوه، وطول ما محدش مقدر يبقى متجوش، ما تطفحوش انتوا الكوتة عشان اجل ناس طمعانة فيكم. وركزوا كويس جدا في كلامي، أتمنى لكم السعادة والهنا والرزق والتفاؤل. يا رب قراءتنا تكون خفيفة على قلبكم ويكون طاقة إيجابية، ولو عجبكم القراءة ما تبخلوش عليا باللايك الجميل وبالتعليق اللي بتصلوا بيه على الحبيب. اللايك بيرفع الفيديو بتاعك والتعليق بيفرحني جدا، وإن شاء الله بإذن الله نزل لكم قراءات جديدة أول بأول. تحياتي لكم يا حبايب قلبي.